تسع تغيرات عظيمة تحدث إذا استبدلت سائر المشروبات بالماء. جميعنا على علم بما يمكن أن تسببه المشروبات الضارة لنا: السمنة، أمراض القلب، آلام المعدة، الأمراض الجلدية، تسوس الأسنان. تبدو هذه القائمة مخيفة جداً، لذلك لن أكملها. ولكن ماذا لو استبدلنا جميع المشروبات بالماء؟ ما هي التغيرات في الجسم إن فعلنا ذلك؟ قام المدون والمحاضر كريس بيلي بعديد من البحوث التي استمرت لأشهر حول هذا الموضوع. كانت الاستنتاجات مثيرة للإعجاب والدهشة، لذا قررنا تلخيص نتائج بحوثه وتقديمها إليك. انتبه جيداً، هذه الحقائق ستصدمك. رقم 9، فقدان الوزن بسرعة أكبر. نعم، هذا صحيح، لا حاجة إذن لحمية خاصة. إذا قمت باستبدال جميع المشروبات بالماء لمدة 9 أيام، فسوف تفقد كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وكأنك ركضت يومياً مسافة 8 كيلومترات. واو، يا لها من وسيلة رائعة للمحافظة دوماً على كامل لياقتك البدنية وبدون أي جهد. أنا سأجربها، ماذا عنك؟ رقم 8، تسريع عمليات الأيض وحرق الدهون، وذلك يؤدي بدوره إلى رفع مستوى الطاقة لديك. كلما شربت كأس ماء في الصباح، فإنك تسرع عملية الأيض في جسمك بنسبة 24%. لا تنسى تدوين هذه المعلومة في تقويمك. اشرب الكثير من الماء كل يوم واستمتع بالنتيجة المدهشة في القريب العاجل. رقم 7، دماغك يعمل بشكل أفضل. هل تعلم أن نسبة 75 إلى 85% من دماغك مكون من الماء؟ فقط من الماء لا غير. لهذا السبب، فإنك كلما شربت الماء تغذي دماغك، وهذا ما يساعدك على التركيز أكثر. عليك إذن أن تشرب الماء من أجل العمل بكفاءة أكبر والقيام بمهامك بسرعة والبقاء نشيطاً حتى ساعات متأخرة من المساء. ألا يبدو هذا وكأنه حلم؟ رقم 6، تأكل أقل. المياه تقمع الشهية، مما يساعدك على فقدان الوزن. غالباً ما نخلط أيضاً ما بين الجوع والعطش. إذا شعرت فجأة بالحاجة لتناول طعاماً مثقلاً بالسعرات الحرارية، قد تكون في الحقيقة بحاجة إلى كوب من الماء لا غير. جرب بنفسك هذا الطريقة المرة القادمة التي تحس فيها بالجوع، إنها تعمل حقاً. رقم 5، جسمك يتخلص من السموم بشكل أسرع. الماء يخلص الجسم من المواد الضارة ويمنع الشيخوخة. أتريد أن تبدو شاباً وحيوياً لأطول فترة ممكنة؟ ما عليك إذن إلا بشرب كوب من الماء حالاً. رقم 4، الماء يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. ما هي تلك الأمراض؟ الكثير منها، مثل ارتفاع الضغط الدم، التهاب المثانة، سرطان الأمعاء وغيرها أيضاً. أتريد تجنب هدر المزيد من الأموال على الأطباء؟ ما عليك إذن إلا بشرب المزيد من الماء. رقم 3، قلبك يعمل بشكل أفضل. نعم، إنها حقيقة معروفة، 5 أكواب من الماء يومياً تقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية بنسبة 41%. 41، هذا رقم مدهش حقاً. ماذا تنتظر إذن؟ اشرب الماء لتحافظ على صحة جيدة. رقم 2، تصبح بشرتك ألين وأنظف. الماء يصفي البشرة ويرطبها. ثق بنا، بعد أسابيع قليلة من شرب الماء يومياً ستقع في حب بشرتك من جديد. رقم 1، وهي الحقيقة المفضلة لدي، تدخرك كثير من المال. كم تصرف من المال على القهوة والعصير في الأسبوع الواحد؟ حسناً، لن أبوح بكم أنا أصرف، لأنه مصروف مبرح. إن سعر الماء أرخص بكثير من سعر المشروبات الأخرى، فكر بذلك. أما الآن، فهل أدهشتك تلك الحقائق؟ إذا أعجبتك، اضغط زر الإعجاب، وإذا كنت تزور قناتنا للمرة الأولى، اضغط على زر المشاركة وسجل نفسك هنا لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.